اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. افكر حضراتكم تاني ان يا ريت نقدر نتواصل مع بعض من خلال ارقام التليفونات اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي، علشان لو في اي طبخه عند حضراتكم عاوزين تقولوا لي عليها اقدر اقولها واعملها معاكم على الهوا. وبرده هنقول مين اللي طلب الطبخه وباسم مين، وبرده تقدروا تبعتوا اي طلبات على على الصفحه بتاعتي فيسبوك اللي هي شبكه وصناره، عشان ابقى عارف مين عاوز يعمل ايه بالظبط، انه طبخه ويكتب لي الطريقه برضو علشان نبقى ماشيين بكل حاجه بالمظبوط. النهارده هعمل لحضراتكم جمبري بالكاري، سهل قوي بسيط قوي، وهعمل معاه اناناس مشوي او محمر بالكراميل. اقول لحضراتكم الاول على مكونات الجمبري بالكاري. طبعا احنا مجهزين رز ابيض مصري عادي، يعني طبخينه مجهزينه عشان بيتقدم معاه، عاده الكاري بيتقدم معاه رز ابيض، بسمتي او رز عادي مصري، الاثنين موجودين. المكونات: لبن جوز هند، جمبري، زيت نباتي، بصل، ثوم، بودره كاري، زنجبيل، وزنجبيل بودره. انا بستعمل الاثنين علشان اللي ما بيحبش الزنجبيل يبقى طعمه جامد في الاكل، فبنعمله بالفريش الكبير من غير ما يبقى فيه، بحيث ان احنا لو عايزين نشيله من الطبق نشيله في اي وقت. طيب هعمل دلوقتي طريقة مختلفة شوية بس علشان الجمبري ما ينشفش. أفكر حضراتكم تاني إن إحنا مستنيين اتصالاتكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. طيب هياخد تقريبا يعني نص البصلة. هسوي الأول الجمبري لوحده وبعدين هفصله، يعني هطلعه من الطاسة وهشيله علشان الكاري مع البصل مع الكلام ده كله بياخد وقت، فانا مش عايز الجمبري ينشف، لان مشكله الجمبري عندنا ان احنا بنسيبه على النار كتير قوي فبيحصل له ان هو بينشف، فاحنا مش عايزين الموضوع ده. نقدر يعني نتغلب على الحكايه دي ازاي؟ شويه زيت كده هسوي فيهم الجمبري ثلاث ارباع تسويه، وبعدين هرجع تاني ارجعه في الصوص بتاع الكاري. طبعا انا جايب جمبري سليم بالراس بالديل بكل حاجه، علشان النكهه جامده جدا في الراس وفي الديل وفي القشر. افكر حضراتكم برضو تاني لازم عشان نقدر ناكل الجمبري واحنا مطمنين، لو بس نقرب شويه الكاميرا، لازم الجمبري بمقص او بسكينه بنفتح الظهر كده بالراحه وبعدين بنشيل العرق اللي ورا ده علشان يبقى الجمبري متاكدين ان هو نظيف وتمام التمام ما فيهوش اي حاجه. هسوي الجمبري في زيت، عاده الطبخ بتاع التايلاندي او الهندي او الكلام ده كله ما بيستعملوش زيت زيتون، بيستعملوا زيت نباتي، فعشان كده الطبخه دي بزيت نباتي. هنزل الجمبري كده، بتكلم في مثلا دقيقه ونص يكون الجمبري اخد اللون على طول، ما بياخدش وقت ياخد اللون بتاعه، واكون مجهز طبق علشان اطلع فيه الجمبري اول لما يستوي. مش هتبل حاجه خالص، مش هعمل اي حاجه خالص، هخليه زي ما هو كده بس. زي ما حضراتكم شايفين لونه بيتغير على طول، بيبقى لونه بينك. طبعا الكاري دايما بيتقدم معاه كزبره، بيتقدم معاه زبادي، لانه بيبقى حراق. انا هعمله النهارده مش هعمله حراق قوي، بس هقول لحضراتكم الفلفل بيتحط امتى. طبعا ميعاد الفلفل بيتحط امتى بيفرق في درجه السبايس، درجه اللي هو يبقى حار قد ايه. حطيناه بدري بيبتدي بيفقد شويه، لما بيسخن بيفقد شويه من درجه السبايس اللي فيه، حطيناه متاخر بيبقى زياده. طبعا السيدز او اللي هو الحبوب اللي بتبقى جوه الفلفل بتعمل برده فرق جامد قوي. حضراتكم كده الجمبري بالنسبه لي خلاص اقدر اركنه على جنب لحد لما اكمل بقيه الايه الطبخ. هستعمل نفس الطاسه، الطبخه دي كلها بتعمل في الووك اللي هي الطاسات الكبيره، بيبقى في منها النوع ده وفي نوع تاني بيبقى يعني الخامه بتاعته تبقى قطره شويه فبيسخن اسرع. هوطي بس النار عشان هقطع البصل. كل حاجه بقى اعملها في نفس الطاسه علشان ما اوسخش حاجه كتيره، والاهم من كده كمان ان النكهه اللي طلعت من الجمبري اللي استوى تبقى موجوده في الاكل. البصل هعمله حلقات، اي تقطيعه يعني طبعا، بس هو زي ما شفتها او زي ما اتعلمتها في تايلاند بتتعمل بالطريقه دي، بيقطعوه حلقات كده وبعدين شويه زيت. كل حاجه بتتسوى مع بعضها، كله الكاري مع الجنزبيل او الزنجبيل عشان نبقى منطقه صح، كل ده بيتحط مع بعضه في الاخر. شويه زيت، زيت نباتي عادي كده. تقدروا لو عارف ان في ناس كتير لما بتسمع موضوع اللبن جوز الهند مع السمك مع الكلام ده بيبتدي الناس تقول لا دي حاجه غريبه علينا. في طريقه تانية للكاري بتتعمل بس بتبقى معموله من الاناناس،
والتفاح والموز، كل ده بيتحط مع بعضه وبيتسووا مع بعض كلهم مع جوز هند عادي خالص مبشور. استاذه نسمه اهلا وسهلا. الو. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا استاذ هشام. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام. انا مبسوطه خالص ان انت بقيت عين على الهوا ونقدر نتواصل معاك والله. وانا كمان يا فندم مبسوط جدا. شكرا يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك على سؤال كده. انا عملت سمك بوري. سمك ايه يا فندم؟ ما سمعتش معلش. سمك ايه؟ سمك بوري. سمك بوري تمام. في حد كان قال ان انا احط يعني جوز الطيب، فانا لما حطيت جوز الطيب مبشوره طلع ممرر وطعمه فظيع يعني ما عجبش جوزي وكده. فهو فعلا جوز الطيب ممكن يعني يتحط في السمك ولا ما بيتحطش؟ ما اعرفش. هقول لحضرتك. حاضر يا فندم. بالنسبه لجوز الطيب نخلي بالنا قوي منه، لان احنا جوز الطيب من البهارات القويه جدا. هو طبعا ينفع يتحط مع السمك ويتحط مع الصوص الابيض، يتحط مع حاجات كتيره جدا، بس نخلي بالنا ان جوز الطيب من البهارات القويه جدا، فنخلي بالنا ان احنا نحط منه كميه قليله علشان ما يمررش. هو عاده بيمرر يعني. بنتكلم لو هنعمل اكل بنحط حاجه يعني يا دوب بسيطه جدا جدا، يعني زي ما كده شعره صغيره، لما بيزيد بيبتدي يمرر. فنخلي بالنا ان احنا ما نزودش الايه جوز الطيب. كده انا قطعت الزنجبيل كبير عشان لو عايز استغنى عنه استغنى عنه. وادي الكاري حوالي معلقتين. ام يارا اهلا وسهلا يا فندم. الو. ازيك يا سيف؟ ازي حضرتك؟ منور الشاشه. ربنا يخليك يا فندم، منوره بيكو. انا متشكرين جدا والله الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا دي يا شيف هشام. متشكر ليك يا فندم، متشكر. بس انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. دلوقتي السمك لما بقليه في البيت ليه بيبقى طري؟ اما اجي اشتريه من بره بيبقى ناشف وماسك نفسه حلو كده. اقول لحضرتك. حاضر يا فندم. طيب علشان الموضوع ده بيقابلنا كلنا في البيت، موضوع ان السمك لما بنعمله او الجمبري او الكلماري، لما بنعمل السمك في البيت بيبقى مشكلته انه بيطلع طري، يعني ايه مش مقرمش. ده علشان حاجتين، احنا ما بنزودش درجه سخونيه الزيت جامد قوي، احنا محتاجين نزود الزيت يبقى سخن جامد جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه مش لازم نملى الطاسه قوي، يعني لما مثلا بحط الطاسه فيها زيت مش لازم احط فيها 7-8 حتت سمك، لا احط فيها قليل علشان ينزل السمك. لما بينزل السمك وهو طري وفي جزء منه ميه جواه كتير بيروح مقل درجه حراره الزيت، فاللي بيحصل الزيت بتقل درجه حرارته، فما بيحصلش ان هو بيخليه مقرمش. فدايما لو طاسه مثلا قد الطاسه دي مليانه زيت كتير وسخنه جدا احط فيها 4 حتت بس على مهلنا، ولما يطلع يتحط على ورق مناديل علشان ينشف ويفضل مقرمش. طيب انا كده حطيت الزيت وحطيت البصل وحطيت بودره الكاري وحطيت الثوم، هخلي بقى الجنزبيل دلوقتي شويه. انا كده خلاص تقريبا خلصت كل حاجه، بس كل اللي انا محتاجه ان انا اتاكد ان الكاري امتزج كويس قوي مع البصل مع الثوم. طبعا الريحه مش قادر اقول لحضراتكم. ام سامح ازاي حضرتك؟ نعم. الو ام سامح. ايوه. ازاي حضرتك يا فندم؟ ايوه. معايا يا فندم؟ ايوه. حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون لان انا سامع صوتي في التلفزيون عند حضرتك. الو. ايوه معاكم. وطي صوت التلفزيون يا فندم شويه من فضلك. حاضر. ايوه تحت امرك يا فندم. اللي هو في صدى يتعمل ازاي؟ حضرتك وطي صوت التلفزيون، انا سامع صوتي عند حضرتك في التلفزيون، فوطي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون بس. الو؟ ايوه معاك. ايوه يا فندم تحت امرك، اموريني. بقول الجندوفلي. ايوه. اللي فيه صدى يتعمل ازاي؟ الجندوفلي يتعمل ازاي؟ حاضر يا فندم اقول لحضرتك. اسهل طريقه للجندوفلي، حضرتك بتحطيه زي ما هو في حله، بتزود عليه شويه ميه صغيرين جدا جدا، وكل البهارات اللي تحبيها بقى، شويه ثوم، شويه كزبره، شويه كمون، فلفل حار لو بتحبيه حراق، وبتسيبيه حوالي على حسب الكميه، يعني هو بياخدش اكتر من 10 دقائق بيبتدي يفتح لوحده، وبيتقدم مع شويه ليمون بيبقى زي الفل. طيب كده خلاص، محتاج بس احط شويه بشر ليمون هنا. انا طبعا قطعت فلفل لان الكاري ما ينفعش يتاكل غير لما يبقى حراق. هاخد شويه بشر ليمون كده حوالي يعني معلقه صغيره، وبعدين ارجع بقى الجمبري اللي انا
الجمبري اللي انا كنت سويته الاول هرجعه تاني هنا. كان واخد 3 ارباع سوا او يعني اقل من 3 ارباع شويه، هياخد دلوقتي بقيه سواه مع الفلفل. طبعا الفلفل ده اختياري، راجع لحضراتكم، عاوزين تزودوا عايزين تستغنوا عنه خالص زي ما تحبوا. اقلب بقى الجمبري عشان عايز يعني كل حاجه البصل والثوم وكل الكلام ده كله والكاري كله يخش في طعم الجمبري. استاذه منى اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هشام، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، تحت امرك، امريني يا فندم. اسال حضرتك، انا عندي جمبري زي اللي حضرتك بتعمله دلوقتي. تمام، بس انا كنت عايزه اعمله شوربه. عاوزه تعملي جمبري شوربه؟ اوكي. اه حاضر. بقى الطريقه الصحيحه للشوربه بالظبط. تمام حاضر، تحت امرك. طيب افكر حضرتكم تاني، انا دلوقتي حطيت الزنجبيل اخلطه مع بعضه. طيب شوربه الجمبري، احلى شوربه جمبري ممكن تتعمل، اول لما نجيب الجمبري زي ده كده بالظبط هنقشر الجمبري، ناخد الراس وناخد الديل، طبعا هننضف الظهر، ونحط الكلام ده في حله مع شويه زيت. انا دلوقتي بحط لبن جوز الهند، ونحط الكلام ده كله في زيت، ونفضل نحمر الراس والديل والقشر بس لوحده، ومعاهم توم بقشره او من غير قشره ما تفرقش، ومعاهم حته بصل صغيره وحته طماطم وحته جزر او جزر مبشور، ونسيبه على النار حوالي 5 دقائق لحد لما يتشوح كله كويس قوي مظبوط مع بعض وينزل كل النكهه اللي فيه. وبعد كده نزود عليه ميه عاديه خالص او ميه فيها مرقه خضار تبقى برده كويسه قوي. وبعد كده ناخد الكلام ده كله نصفيه، نحطه في الخلاط الاول وبعدين نصفيه، وناخد كده بقى عندنا مرقه الجمبري، فكده عندنا الطعم بتاع مرقه الجمبري موجود. بعد ما نعمل الكلام ده كله هنحط فيه الجمبري اللي احنا قشرناه الاول في نفس الحله، وبعد كده نسيبه حوالي 10 دقائق ربع ساعه ونقدمه. هاخد فاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم بقيه الجمبري بالكاري والاناناس بالكراميل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، لسه الجمبري بالكاري على النار. افكر حضراتكم تاني كلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، ولو في حد عاوز يقول لي على وصفه عشان نعملها مع بعض يبعتها لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك شبكه وصناره. ونقول بقى تاني الجمبري عملناه ازاي. زيت نباتي، سويت الجمبري وشلته على جنب، او سويت 3 4 تسويه، وبعدين حطيت البصل والبودره بتاعت الكاري والثوم والجنزبيل والفلفل الحار والجنزبيل البودرة وكل حاجة. وبعدين أول لما استوى رجعت الجمبري تاني وحطيت عليه لبن جوز الهند واسيبه يستوي. طبعا دلوقتي مدام في إمكانية أن أنا أدوق لازم أدوقه، لأن أنا ما حطيتش أي ملح خالص، فهدوق وأشوف أخباره إيه. في المرحلة دي أقدر أحط ملح براحتي، طبعا محتاج ملح حراق لأن أنا حاطط فلفل، حاطط فلفل أخضر، شوية فلفل صغيرين كده. لو حضراتكم ما بتحبوش لبن جوز الهند زي ما قلت لكم تفاح وموز واناناس، ويتقطعوا مع بعض كلهم ويتحط معاهم جوز هند المبشور العادي اللي موجود في كل حته، ويتسابوا على النار 10 دقائق، وبعدين حط عليهم شويه شوربه، وبعدين يتحطوا في الخلاط، بقى عندنا الصوص بتاع الكاري. استاذه خلود اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بك يا حضرتك، منور الشاشه طبعا. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي. عايزه اسال حضرتك بس على طريقه الجمبري الكريمالي. لا يا فندم مش سامع، معلش هسالي على ايه؟ الكريمالي اعمله ازاي؟ على حسب يا فندم، في كذا طريقه، حضرتك قولي لي عاوزه انهي طريقه للكريمالي، مقلي مثلا؟ انا عايزه طريقه حلوه، انا اول مره اجيبه، انا لسه داخله قريب، فاول مره اعمله. حاضر يا فندم، تحت امرك. كده بس ايه؟ طبعا الرز اللي موجود ده انا عاملينه قبل كده مجهزينه، علشان ده رز ابيض عادي خالص ما فيهوش حاجه. عادة الكاري بيتقدم او بيتقدم مع اي حاجه، بس يعني اشهر حاجه يتقدم معاها بيتقدم دايما مع رز ابيض. استاذه اسماء، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، ازي حضرتك؟ مبروك على ظهورك في الشاشه. متشكر يا فندم، مبروك لي، ميرسي يا فندم. بس احنا بصراحه كنا مبسوطين وانت موجود في البحر بصراحه. ما هو يا فندم انا كده دلوقتي احسن علشان اقدر اتواصل مع حضراتكم، بس ان شاء الله يعني
هنرجع البحر تاني باذن الله ان شاء الله. لو سمحت من فضلك عايز اعرف عايز اعمل طريقه صبيط بطاجين ومقلي ازاي؟ طاجن ومقلي طريقه وطريقه. أيوة يعني. حاضر تحت امرك يا فندم. حاضر. طيب السؤالين دلوقتي كده مع بعض. بالنسبه للطاجن اسهل حاجه لطاجن الكاليماري او اللي هو الصبيط بنحط كل حاجه على النار يعني البصل والثوم والكاليماري وكل حاجه وشويه صلصه طماطم في طاسه زي دي كده وبنسويهم على طول مع بعض وبعد كده بنحطهم في الطاجن وندخلهم الفرن نحط عليهم بقى شويه جبنه موزاريلا من بره ولا حاجه وتبقى زي الفل. بالنسبه للمقلي ناس كتير قوي بتستعمل الكاليماري المقلي بيحطوا فيه كاري وبيحطوا فيه حاجات كتير قوي ويتبل. زي ما قلت لحضراتكم في اول حلقه محتاجين ان احنا نخلي الزيت سخن جدا تمام ونحط فيه الكاليماري بالراحه كده علشان يطلع مقرمش. ادي طريقتين الايه الكاليماري. دلوقتي هعمل على طول اناناس محمر. طبعا الكراميل سهل قوي طريقته سكر وزبده وكريمه لباني. انا بس جايب الكلام ده كله قدام حضراتكم لان انا مجهزه اوريدي من قبل كده علشان ما ينفعش يتقدم وهو سخن. لو اتقدم وهو سخن بيبقى يعني بيضايق الاكل شويه يعني لو في حاجه معموله لو عايزين حاجه تبقى كريسبي بيخليها بتطرى مننا. دي اسهل طريقه ان انا اقشر بيها الاناناس. استاذه حنان اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ منور الشاشه. ربنا يخليك يا فندم منوره بيكو. الله يخليك. طبعا انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك. وانا اسعد يا فندم ربنا يخليك. الله يخليك. وانت انسان مميز بصراحه في اكلاتك. ربنا يخليك يا فندم ربنا يخليك. في اي اكله تحبي حضرتك اقول لك عليها؟ نعم. في اي اكله تحبي اقول لحضرتك عليها؟ تحت امرك قولي يا فندم. عايزه اعرف بيض الصبيط بيتعمل ازاي؟ تحت امرك يا فندم. حاضر. طيب بيض الصبيط اسهل حاجه البيض الصبيط دقيق ونتبل الدقيق كويس يعني نحط فيه شويه ملح شويه بقدونس متقطعين صغير ويتحط بيض الصبيط نفسه فيه ويتقلي. دي ألذ حاجه البيض الصبيط. في طبعا طرق كتيره جدا ممكن تعمل طاجن ممكن يتقطع صغير تعمل معكرونه مع المكرونه باستا يعني في كذا طريقه بس ألذ طريقه ان احنا نعمله بالطريقه دي بس دقيق وشويه ملح وشويه بقدونس شويه حاجات من الحاجات البسيطه دي وعلى النار على طول يتقلي في زيت بيطلع طعمه تحفه. استاذة امل اهلا وسهلا. اهلا اهلا بحضرتك ازيك؟ اهلا يا فندم. انا بجد احنا سعداء حضرتك انت معانا بقى بصراحه على الشاشه وكده بجد يعني. متشكر جدا يا فندم ربنا يخليكي. ميرسي جدا. الله يخليك يا رب. بقول لحضرتك ايه انا عندي كيلو جمبري سلقاه وحطاه في الثلاجه في الفريزر اعمل بيه شيف. تقدري تعملي بيه كل حاجة عاوزاها بس هو الفكرة ان كل ما نحاول ناكل الحاجة وهي فريش يبقى أحسن. تقدري تعمليه مكرونة تعمليه بشوية صلصة حمراء تعمل مكرونة شوية وايت صوص تعمل برضو مكرونة ممكن تستعمليه في الكاري زي اللي عملناه النهاردة. خلي بالنا بقى واحدة واحدة كده هنحط عشان مفيش حد ايه يتلسق أو حاجة كده. دول طبعا هنخليهم ممكن نستعملهم في حاجات كتيره جدا. بالنسبه للكراميل السكر يتحط في الطاسه. استاذه لولا اهلا وسهلا. ايوه ايوه يا فندم ازي حضرتك؟ اهلا يا شيف. اهلا وسهلا ازي حضرتك يا فندم؟ كنت عايز اقول لحضرتك انا كنت مره في المانيا اكلت سمك بالموز. تمام. حضرتك تعرف الوصفه؟ تحت امرك. جميل جميل قوي. اقول لحضرتك عليها سمك بالموز. اقول لحضرتك دلوقتي زي ما كنت بقول لحضرتك الكاري ممكن بدل ما نحط اللبن جوز الهند ممكن نتغاضى عنه بالتفاح والموز والاناناس. فممكن بس تحطي الموز وعليه جوز الهند وتسيبيهم على النار شويه لحد لما يمتزجوا مع بعض اضربيهم في الخلاط وخدي الصوص بتاعه ده يعمل لك نفس الصوص يعني نفسه بس مش بنفس الطعم بالظبط بس قريب جدا منه. وفي بلاد تانية كتير قوي بيعملوا بيسووا السمك نفسه في ورق الموز يعني بيلفوا السمك في ورق الموز وبيدخلوه الفرن. شكرا جدا يا فندم. طبعا درجة بقى ايه السوى بتاع الاناناس زي ما حضراتكم تحبوا. احط بقى السكر على النار كده واسيبه. استاذة مريان اهلا وسهلا. استاذة مريان الو ظهر الخط قطع.
طيب انا مجهز عندي كراميل من الاول عشان زي ما قلت لحضراتكم مش هقدر احط الكراميل على الحاجه وهو سخن علشان ما بيعمل يعني ما يخليش الحاجه اللي انا محمرها تبقى تطرى مني، فعايز اخليه زي ما هو كده. ما بنحركش خالص السكر لحد ما يبتدي بيسيح، يبتدي بقلل من الجناب، احط عليه شويه الزبده وبحط عليه شويه كريمه لباني، ونخلي بالنا عشان بسخن جدا وبس ايه يسيبه يبرد ويتقدم. درجه التقل بتاعته راجع لحضراتكم، في ناس بتحبه تقيل، ناس بتحبه خفيف. جهز بقى طبق الكاري عشان عاده بيبقى حراق، فدايما حاولوا يبقى فيه مثلا زبادي، يبقى فيه اي حاجه بس يعني تطر الموضوع شويه لان هو ده عاده بيبقى حراق. عايزين بس نبين الجمبري كده هنا. بقدونس بتنفع، كزبره ينفع المتاح، عاده الكاري بيتقدم معاه الاخضر اللي فوق بيبقى كزبره. انا بقلب الاناناس كل شويه علشان مش عايزه يتلسع زياده، عايزه يفضل دايما افضل دايما شايف ان هو درجه سواه عامله ازاي. والكراميل وهو على النار مكوش جنبه خالص، وخلي بالكم ان بيبقى زي ميه النار، يعني لما بيسخن بيسخن جامد قوي، حتى لما نيجي نحط الكريمه اللباني بنبعد علشان بيبتدي يفور جامد قوي. شوف كده لسه شويه، دي تمام. لما بنقطع كل حاجه بنفس المقاس يعني نفس السمك ونفس العرض بيبقى سهل ان احنا نعرف نتحكم في سواهم مع بعض، ما بقاش حاجه تستوي قبل حاجه. بس كده ممكن نطلع دي. دي خلاص على وشك. طبعا بقى بنطلعها من على الطاسه. لو عايزين تسيبوها شويه يعني مثلا ممكن نستنى ايه 30 ثانيه كمان او دقيقه على دول لحد لما ياخدوا لون اكتر. طبعا ده مش هيلحق علشان كده انا قلت لحضراتكم ان احنا مجهزين، وده مش هيلحق يسخن على وقت الحلقه مش هيسعفنا، فعشان كده انا مجهز من الاول. عاوزين بقى ايه نشوف. ايوه يعني بصوا بقى مثلا على حسب درجه السوى اللي حضراتكم عاوزينها. ممكن اخد اخر واحده في الطبق ونرفع طول كده لفوق شويه. بس كده نطفي بقى النار والكراميل اللي هو سكر هو بدا اهو، بس خلاص هرفعه من على النار بقى عشان اكمله بعدين. اقول لكم تاني، سكر وزبده وكريمه لباني، اسيبه كده وبعدين كراميل. لو حد عامل نظام غذائي بقى معين يعني مش عاوز الزبده والسكر والكريمه اللباني يقدر ياكل الكلام ده كله كده زي ما هو. فكر حضراتكم تاني عملت ايه النهارده؟ عملت جمبري بالكاري، وعملت جنبه اناناس بالكراميل. الف هنا وشفا، واشوف حضراتكم في حلقه جديده. باي باي.